قال لما أذنت لهما رأيت الحسين سقط على صدري أمه وهو يقول أمه إنك كسرت ظهري وقطعت قلبي فيقول يا أمه إنك كسرت ظهري وقطعت قلبي يا حبيبتي أقسموا عليك بجدي رسول الله كلميني يقول أمير المؤمنين والعيش الذي عاش به رسول الله سمعت فاطمة اسمع حنت وأنت وفتحت باعيها وضمت الحسنين إلى صدرها أيوة ويلاه قال علي سمعت هاتفا من السماء يصيح يا علي نح الحسنين عن أمهما فاطمة فإنهما ابكيا ملائكة السماء وكادت السماء تنطبق على الأرض أولا ظلت ون خفية ويون يما الحسن وحسين خي الله أكبر يا بظلت ون خفية ويون يمها الحسن وحسين أخي يا لما اندنت من عدها المنية لما اندنت من عدها المنية وصنت الدفن بالبيات الأظلم يتون ولون خفية ويون يمها الحسن وحسين بعدهم صغار وميمتهم راحت عنهم يطبون للدار يشوفوا الدار فارغة هاي صيح يمه وينك يا يمه هالليلة احنا ضايقينها ترى الفاقد أم ضايقها وضايق اللوعة يا أبويه الله لا يراويك لوعة وغالي عليك ويفقد لك واحد غالي عليك الله يساعد قلبك يا علي بن أبي طالب ظلت وياين توين ولون خفية ويون يما الحسن وحسين خي لما اندنت من عدى المنية وصلت اندفن في الليالي الأظلم صعد يا ابويا أمر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاع ذبني يا ابويا لن كسر قلبه ولا رحمني يا ابويا يا ابويا يا ابويا شقد ليالي بالعمر راحا وجن ماكو افضل من ليال ام الحسن انتظر صوت المؤذن بالجروح من قلب ولسان من روح وبدن اسمع اسالك الدعاء بهذه الابيات اللي عنده حاجه اللي عنده مريض يا الله بحق هذه الابيات احفظ العراق راح نقراهن ورقية ما راح انساها خادمك حجي حج رسول خادمك على راسك اللي عنده حاجه حاجته خليها بيدك وشيل ايدك وقول يا الله بحق هذه الدموع احفظ العراق اسمعني اللي عنده حاجة واللي عنده مرض وهذه الأبيات مجربة وحق هذا المكان وهواي ناس طلبت حاجتها من الحسين وطلعت مقضية إن شاء الله اللي عنده مريض اللي ما عنده ذرية اللي عنده أمور مستعصية يا الله بحق هذه الليالي ألا وهي استشهاد مولاتي فاطمة أول دعاء أنا أدعي اللهم احفظ العراق وشيعة العراق واحفظ مرجعيتنا الرشيدة يا رب وخلصنا من هذه الغمة يا الله زينب وقفت على هذا التل ونظرت إلى أخيها الحسين مضرجا بالدماء أيوة وين تقول نايم خيش لأن نام ومن حر الشمس بتغير رسومه
تقول تقربت لي يا 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 انا سمعت عيون وتقربت لي يا يا ولقيت والمتوسد ايدي انا لقيت لقيت انا لقيت 1900 جرح بي تهون المصيبه يا زهره لانه يقول لي يا زينب كل جرح بعضاي عوفي يا خي تبجرح اللي بقلبه عانج عليها اللهم انا نسالك وندعوك يا الله ونتوجه إليك بهذه الليلة العظيمة ألا وهي استشهاد مولاتي فاطمة لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا وشفيت ولا طالب حاجة إلا وقضيتها إلهنا برقي طلبوا من عندي هذا البيت دقائق ثواني هم مو دقائق اسمعني لما سمع يزيد الضجة قال ما هذه الضجة قال هناك طفلة تدعى ابنة حسين تريد أباها قال ودوا لها الراس لما جابوا لها الطش تقول لعمتها تقول لها عمة انا مو جوعانه انا طلبت راس ابوي قال لها عمة هذا اللي قصدتيه هذا اللي طلبتيه لما شالت الغشاء عن راس ابيها صرخت تقول لها ليش قطعت بي يا صنديد وعفتني ويا ناس مو شجاع ويد يا ابويا ونيت ونيت ونونا خفية على الراس يا الناس ماتت رقية إلى أنا برقية يا الله اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا سدد لنا خطانا احفظ بلدنا العراق من كل سوء اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين رحم الله من ذكر القائمة يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم لقضاء الحوائج أما يجيب أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا رفعنا أيادينا إيدك لا تبخل على مولاه يا الله إيدك رفعها اللهم إنا رفعنا أيادينا فاملأها من جودك وكرمك اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب حاجة إلا وقضيتها يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوان وأنصار والمستشهدين ما بين يديه اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أمواتنا أمواتكم شهداءنا الأبرار المؤسسين لهذا المأتم أمواتهم الذين لم يذكرهم ذاكر رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وبالخصوص إلى المؤسسين لهذا المأتم أموات خدمة الحسين وخدمة أبا الفضل العباس رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات ثلاثا بأعلى أعلى 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 أصوات